الصيد الرياضي تحت الماء بأقصر. سعداء بأننا نشاركوا في هذا النشاط اللي كيندرج ضمن المشروع ديال حماية البيئة البحرية بالعرائش اللي شرفتنا جمعية النضال الأخضر بالدعوة للمشاركة فيه. التنسيق بيناتنا بطبيعة الحال بدا من 2016 وكان كيهم نفس النشاط وهو تنظيف قعر البحر. هذا النشاط جاء في الزمن ديال الجائحة. الجائحة بطبيعة الحال لقات الظلال ديالها سألنا للجانب الاجتماعي، حيث أن المغاربة بينوا على واحد النوع من التضامن والتآزر بيناتهم. هذا التضامن والتآزر هو اللي مطلوب أيضا في محاربة كل الأخطار التي تتهدد المجتمع ككل، وخاصة الجانب اللي متعلق بالبيئة والبيئة البحرية بصفة خاصة. النشاط كان عبارة عن تنظيف قعر البحر من المخلفات البشرية. في هذا الصدد كنبغيو ننبهوا على أن جميع ما يخطر على بال الإنسان موجود في قعر البحر. حسنا فعلت جمعية النضال الأخضر أنها اقترحت كعنوان لهذا النشاط اللي هو البحر ماشي سطال الزبل. هو عبارة هذا العنوان عبارة عن كلام يعني باللهجة العامية، لكنه عميق في الدلالات ديالو، لأن البحر بحكم الممارسة ديالنا لرياضة الصيد تحت الماء يعج بما لا يخطر على بال أحد. إذن حنا من هذا النشاط هذا اللي هو كيبقى تحسيسي كما قلت في ظل الجائحة اللي أثرت على حتى على البرمجة ديال الأنشطة، كان بدنا أن المشاركة ديال الاتحاد الوطني لجمعية الصيد الرياضي تحت الماء والبيئة أنها تشارك معنا، ولكن كما قلت الظروف ديال الجائحة اللي لقات بالظلال ديالها خلت أن المشاركة تكون محصورة في عدد من الغطاسين من مدينة العرائش ومدينة القصار الكبير. العملية تمت الحمد لله بسلام. حاولنا أننا نقوم بالغطس رغم الظروف اللي ما ساعدتناش كثير. نعم، كل شيء كيبغي يعرف الوضعية. لقينا جميع أنواع كما قلت المخلفات، سواء البلاستيكية، الزجاج، المعادن. استخرجنا ما يكفي لأن ما يمكنش احنا نقوم بتنظيف كل ما نجده. كتبقى العملية كما قلت تحسيسية، الرسائل ديالنا واللي كتبعتها الحلول يعني المقترحات يعني. بالنسبة للحلول والمقترحات، نحن في نظرنا نعتبر أن حماية البيئة البحرية هو شأن مجتمعي كما قلت، يجب تضافر جميع الجهود وبالأساس مؤسسات التنشئة. دائما كنتكلم عليها مؤسسات التنشئة، سواء الرسمية منها كالأسرة كالمدارس أو غير الرسمية. نعم، على مستوى التدخل هل هو كافي يعني لمعالجة الوضعية البيئية يعني؟ بالنسبة للتدخل ديالنا، بالنسبة للتدخل ديالنا كيبقى هو تدخل تحسيسي كما قلت. احنا كنبعثوا برسائل، ولكن على الانسان ان يلتقط هذه الرسائل، سواء اولياء الامور سواء جهات مختصه، لان كما قلت يجب تضافر جميع الجهود بدءا بالتنشئه. يجب ان ننشئ الاجيال القادمه في الصغار على تربيه بيئيه تستحضر ان الثروه السمكيه التي تتهدد الان يجب المحافظه عليها للاجيال القادمه.